أسعد الله مساكم بالخير وبالمسرات، ويا هلا ويا مرحبا مليون بوجه الخير. صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. عقب مسرانا البارح مشوار وخط وصلف وتعب حول 400 كيلو تقريبا، وعلى بال ما نشيل غرضانا وبعض أخويانا يالله شناهم نجاهده ونحبحب على خشمه ونطلبه ما يبغى الممشى، لكن سرانا ولا جينا غير قبل الفجر يمكن، وما فيه ناس معنا من أخويانا اللي معنا خدودهم فيها دقدقة من النامس وفيها انطعن حمر مجزينها، لكن ما علينا من الموضوع هذا. وانشغلت عنكم اليوم، عندي ترتيبات أحضر فرح ناس عزيزين علي بالحيل، والله يتمم لهم إن شاء الله بكل خير ويتمم لكم أفراحكم أنتم وكل مسلم يا رب العرش العظيم. إي والله مطين على قصيد ومطرن عليه قصيدة اللي تقول: الله من قلب انضرب ضربة الفاز، فاز انضرب وثر علي التماسه، كأنه يخزز ثومة القلب خزاز وعيش بسبابه عنا، وانت كاسه يشين حظ اللي من الناس يعتاز، عزي الرجل ما ينجيه باسه، خلك سوات الضلع ما هو بينهاز، والثوب قبل اللبس زين الباسه، الله على اللي كل ما دست له ناس، لهيبة الشليويح يوم الفراسة، جيبني يقدر في المواتر ممتاز، سواقها اللي طاب من طيبة راسه، اللي أنا بزني من طواري نباز، وغديت أشوف الكون في ربع كاسة، هنجاز للعدوان ولا فلجاز، مجلب ذهب فكري سوق النحاسة، كله لعين اللي على صفته حاس، تاج الجمال اللي لبس فوق راسه، لصورته بين المعاليق برواز، أحسها وأشعر بفيض الوناسة، تلعن معنقها مثل عاتق الباز، وعيونها فيها الحور والخراسة، بس بابها شفني عن الناس من حاس، وتقول بغقنو في ربع طاسة، وانا اعماسي ما تداويها الاكراز، لتت الناس ولشقر البن ناسه، الله على صفر انتبهز تبهراز، تلمع وتسطع بطنها تقل ماسه، ما درجوا فنجالها لأهل الاهواز، يفرح بها في نجد شاكي عماسه، مسمارها تذكير والهيل نواس، يحوف هاللي كل راسه فراسه. سلامتكم. قاعد نفوس، اسمع دقيقة دقيقة، رحت للمذاق السويسري، هو المذاق ولا الركن؟ الركن السويسري، ما عليش فرصتكم انت. والله انت احسن وحدة، انت دائما عبوت، بس عبوت تجيب العيد يا ورد، ما عليش يا حلوة حلوة، الله يسعد هالوجه. الركن السويسري حتى انت مع مدموس. طيب خلاص اسمع، بقولكم واحدة من الموظفات حملتني أمانة تقول سلم لي على الدنفوس. أنت دنفوس أصلاً اليوم؟ لحظة وش؟ أنا دنفوس؟ أنت دنفوس؟ لا والله ما أنت دنفوس. ألا والله دنفوس. أتركي يا بح حشر، خلك محضر خير. خلك محضر خير يا بح. لحظة ترى المشاكل ما لها داعي. يا ورد خليهم، اطلعي منها يا ورد، اطلعي منها. ترى المشاكل ما لها داعي. يا بحر 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 تعال دقيقة، تدري من اللي حرش عليك حشر؟ سعيد. وانت يا سعيد، وانت يا سعيد، لحظة انا ما ابغى مشاكل، ترى لحظة لا تسوي كذا، انا ما ابغى مشاكل ولا ابغى اولع بينكم الفترة. طيب اسمعني، وترى اللي حرشني عليك حشر. تعال يا ورد عندي، ايش رايك سويت في ام مقلب صح؟ لا تطيحون بتصحون، والله ما بدقون. مسوي لي قصيدة اهداء
ماجد واخوانه بمناسبه الحفل ماجد الكثامي. الشخص هذا بيني وبينه اخاوه، ما هي من باب صداقه ولا من باب انه من ربعي، ولا اعتبره اخ اكبر لي الله يسعده. ودي انكم تسمعون شيء من الشيله، بس كذا شيء حلو. كفو شهادة حق إن هي تبرى يجي. ألف 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 مبروك زواج الإخوان. الله يبارك فيك. منا لهم حياة سعيدة. آمين. والله يبيض الله وجهك على حسن. الله يسعدك. ما سويت شيء حق واجب. وأنا واحد منكم يا والله. والله منا. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يسعد الوجه. ولنا الشرف إنك جيت. أنت والعيال. الله يرفع قدرك. الله إنكم جدتونا شرف بشرف جيد. الله يرفع قدرك أبو حامد ويبيض وجهك، وحنا ما سوينا شيء. ما قصرتوا على اللي سويتوه. ما سوينا ولا حاجة. وصلنا. سويت وبيض وجهك. تدري إيش يقولون الرجال؟ يقولون راعي الأولى ما يلحق. لو مدري إيش تسوي أصلا. ما تلحق. ما سويت شيء حق واجب. وأنا واحد منكم يا والله. والله منا. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يسعد الوجه. ولنا الشرف إنك. ولنا الشرف إنك. شفت كيف؟ أقول الله يتممكم بخير. آمين. وإن شاء الله. ولا خلاص سبحان الله خلاص قايد جاب الغايب. خف على شوي خف على شوي. الله يوفقك. حي الله ابو ثريا البقاء. يا مرحبا، شلونك طال عمرك؟ والله تمام، عساك بخير يا اخي. فقدتك انا في الفتره الاخيره، ما ادري ايش تغير عندك يا اخي. بيض الله وجهك طال عمرك. ما تغير عندنا غير مثل اللي صدق عليك، ما ترد، مشغول، كل ما كلمناك مشغول. لا تخاف، مدري ايش جاك انت. لا جاء عندي تغييرات قويه طال عمرك واختلافات. الله يبارك لك يا اخي. جعلها ما تجي عندك. الله يبارك لك يا اخي. ولا جعلها تجي عندك. الله يبارك. انت الظاهر انك تبي تجني علي بربيع. اقول لا والله الف الف مبروك. الله يبارك. زواجك الثاني. والله يبارك لك. بغيت اقول الله يعرف خيرك ويكشر. الله يجزاك خير. الله يهنيك. وان شاء الله ان الامور طيبه يا ابو. يعني ابشرك. الحمد لله الحمد لله الامور زينه. انا ترى مالي دخل في الكلام هذا، بس يعني بستفسر يعني كذا مغر لقافه ولا لا. ولا انا وش دخلني فيك تزوج الثاني ولا الثالثه ولا العاشره؟ والله ما امسح. والله انت قلت امسح.